عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كويسين؟ الحمد لله. كده خلاص العيد خلص صح؟ فقت بقى، عشان المرة اللي فاتت كنت بتقولي لي لسه بس العيد وكده. طيب عملنا ايه المحاضرة اللي فاتت؟ عملنا المحاضرة اللي فاتت بدأنا في الـ Discrete Time Free Series، وشفنا موضوع البريودستي، وموضوع اللي هو موضوع ان هو ان احنا بنشتغل الكلام ده على بريودك سيجنال. بعد كده لقينا ان البريودك سيجنال دي ما بتحتاجش كل الايجن فانكشنز اللي هي الكومبلكس ساينسودز دي، تحتاج سبسيت منها. وطلعنا المعادله بتاعت اللي هو الديسكريت تايم فري سيريز، مظبوط. وبعد كده شفنا كمان الكومبلكس بتاعت المعادله دي، ولقينا ان هي الكومبلكس بتاعتها لو انت هتحلها نايف كده هتبقى سكوير، يعني بتبروبوشنال مع السايز اوف ذا بروبلم سكوير. وبالتالي لو هي بتبروبوشنال مع السايز اوف ذا بروبلم سكوير، يبقى انا ساعتها فعلا هطلع كسبان في الاخر كومبيرد ليا، ان انا هعمل عمليه دي كونفوليوشن. وقلنا كمان ان في الجوريزم اسمه اف اف تي، ده اصلا هيخليها لي مش بروبوشنال مع السايز سكوير، ده بروبوشنال مع السايز ان لوج ان، زي ما نشوف ان شاء الله النهارده في اخر المحاضره. بعد كده بدانا ايه؟ نتكلم بس على المابينج ما بين الكونتينوس تايم، تمام، والديسكريت الكونتينوس تايم، الفريكوانس دومين بتاع الكونتينوس تايم والفريكوانس دومين بتاع الديسكريت تايم. ولقينا ان هو ما فيش فرق غير ايه؟ غير السامبلنج، ان انا بيبقى عندي سامبلنج تي اس. واتكلمنا على موضوع الاليسنج، وان هو ممكن يبقى بيحصل لي، يعني ان هو لو السيجنال باند ليميتد ساعتها مش هيحصل اليسنج، وبالتالي ساعتها هتلاقي ان الفورير سيريز واحد، يعني هو الفورير سيريز في الكونتينوس تايم هيطلع هو هو الفورير سيريز في الديسكريت تايم ما دام ما فيش اليسنج. لكن لو في اليسنج ساعتها مش هتطلع هي هي. فخليني اضرب لك كده اكزامبل سريع على دي اخر حاجه، عشان يمكن احنا بس ما خدناش المره اللي فاتت حاجه على الاليسنج، يعني حاجه تبقى السيجنال فيها اليست. المرة اللي فاتت عملنا مسألة، بس المسألة كانت أصلا ما فيهاش إليس، فالدنيا كانت كويسة. لكن على فرض بقى مثلا المسألة الآتية، قولوا لي هتعملوا فيها إيه؟ أنا بقول لك مثلا إكس أوف تي إز بريودك وذ بريود تي كابيتال، تمام؟ وده الفورير سيريز بتاعها اللي هو اكس هات اوف كي، تمام؟ شكله عامل ازاي؟ طبعا لو هو اكس هات اوف كي خلينا اكتبها، يعني او خلينا اكتبها اكس هات اوف 2 باي كي على تي، ما بتجراش حاجه، هم نفس الحكايه، تمام؟ فانا عندي عند الصفر مثلا هحط هنا هحط هنا واحد، ونحط مثلا عند، انا هخلي ده كي، يعني ماشي، ونحط هنا مثلا نص عند واحد، نص عند ناقص واحد، وهحط عند أربعة، اتنين، وعند ناقص أربعة اتنين. ماشي؟ دي السيجنال اللي عندي. خلاص؟ فهي مالها؟ هي بريودك في التايم، مظبوط؟ يبقى هتبقى في الديسكريت في الفريكونسي، شكلها عامل ازاي؟ ديسكريت. سواء بقى هي ايه؟ كونتينوس ولا ديسكريت في التايم، ما اتكلمناش على كده، احنا بنتكلم ان هي بيريودك في التايم، يبقى هتبقى في الايه؟ في الفريكونسي ديسكريت، تمام؟ الحاجة التانية هي ممتدة المفروض من ماينس انفينيتي لانفينيتي، مفيش ليميت للكي، بس هو السيجنال ما كانش فيها غير الكومبوننتس دي والباقي اذروايز بصفار، تمام؟ احنا لسه بنتكلم على كونتينوس تايم. لحد دلوقتي تمام؟ جيت بقى قلت لك ايه؟ خدنا السيجنال دي
وسامبلناها الكونتينوس تايم سيجنال اكس اوف تي سامبلناها باكس ان تي اس. فايند الفريكوانسي دومين افتر سامبلينج. واحد لما تي اس كانت بتساوي مثلا نقول تي على 4، واثنين لما تي اس كانت بتساوي 2 تي. يبقى انا ايه اللي انا عامله؟ انا مديك السبيكترم الايه؟ الكونتينوس تايم. بعد كده عملت سامبلنج. ماشي؟ يبقى كده كل اللي فاضل بعد ما عملت سامبلنج انا بقول لك بقى طيب دلوقتي بعد السامبلنج ده في الفريكونس دومين بتاع السامبل سيجنال دي هيبقى شكله عامل ازاي؟ احنا قلنا دلوقتي لو انت ما عندكش اليسنج لو ما فيش اليسنج ساعتها المفروض انه السبيكترم في الفريكونس دومين هيبقى هو هو في الكونتينوس تايم، يعني السبيكترم هيبقى هو المابنج واحد واحد لواحد عادي في جين تي اس فرش معايا يعني اب تو سكيل. اكتبها لك حتى كده ايه فايند افتر سامبلنج وهكتب اب تو سكيل. اب تو سكيل دي يعني ايه؟ تو كونستنت سكيل، يعني لو ما جبتهاش بالظبط يعني او في سكيل بيرفع بتاعه وينزلها تفرش معايا، لان هو في الاخر ايه؟ يعني اللي هو تي اس يعني، بس ما يفرقش معايا في حاجه ده. فاعمل ايه بقى؟ تعال نبص على على الاولانيه دي. الاولانيه دي انا قايل التي اس بتاعتي بتساوي تي على 4. مظبوط؟ يبقى لو التي اس بتاعتي بتساوي تي على 4 يبقى معنى كده الاف اس عندي بكام؟ او بمعنى اخر بمعنى اخر او انا ايه اللي بيحصل لي في الاليسنج؟ خلينا نقول الاحسن كده، ايه اللي بيحصل لي في الاليسنج؟ ان انا باخد السبيكترم خلاص ده اللي هو الفريكوانسي الكونتينوس تايم فريكوانسي ماشي، وبيبقى باجي شكل غريب مثلا هعمله مثلث خلاص، وهو طلب مني انه مثلا اعمل السبيكترم او قال لي ان انا اعمل من ماينس اف اس على 2 لحد اف اس على 2 ده اللي هو ايه الاف اس دي؟ السامبلنج فريكونسي. قال لي انا سامبلت السيجنال باف اس على 2، فباجي بعمل كده وبعد كده ابدا اعمل ايه؟ اخد كل الحاجات اللي هنا واكررها فوق ده، هو ده الاليس تمام؟ باخد ده المين سبيكترم بتاعي وبعد كده ابدا امشي اشوف مثلا من هنا اف اس على 2 لحد اف اس 3 اف اس على 2 واخد ده واقوم نقله. فلما اخد ده واقوم نقله هلاقي فيه ايه اللي هيتنقل معايا؟ الحته دي صح؟ فهاخد الحته دي كده اهي وابدا انقلها، يبقى الازرق ده هيتجمع على الاسود ده. بعد كده اصفار، وهاخد الحته دي وانقلها، يبقى الازرق ده هيتجمع على الاسود ده. وده بصفار. يبقى ساعتها السبيكترم في الاخر وطبعا هيقعد يتكرر، يعني اللي هتطلعه هنا هتبدا تكرره بس ما يفرقش معانا خلاص. انا دلوقتي فارق بس معايا اللي هو من ماينس اف اس على 2 لحد الاف اس على 2، فهلاقي الشكل ايه؟ ان انا كاني باخد الحته دي اجمعها على الحته دي. ماشي؟ فواضح ان هي هتطلع حاجه كونستانت يعني، ده عماله بتزيد ده عماله بتقل، فالاقيها ان هي بدات تحصل ايه؟ يبقى شكلها حاجه ثابته كده مثلا، وبعد كده بتطلع تنزل حاجه ثابته مثلا تمام؟ فهو ده الايه؟ هو ده الاليس. صح؟ متفقين؟ طيب هنا بقى هعمل ايه؟ خليني بس اغير دي، خليني اقول دي 8 ماشي؟ طيب فتعالى هعمل ايه؟ هعمل نفس الكلام ماشي؟ انا عندي البتاعه دي كده
لو انا هكتبها كفريكوانسي في الفاندامنتال فريكوانسي في الفاندامنتال، تمام؟ يعني دي تي، وهقول ان الفاندامنتال فريكوانسي اف نود، ماشي؟ دي الفاندامنتال فريكوانسي، هي واحد على تي يعني. حلو؟ وعايز ارسم دي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى عند الزيرو هو عند واحد، وبعد كده هنا اف نود، وبعد كده هنا اربعه اف نود. مظبوط؟ نص، ودي اثنين، ودي ماينس اف نود ونص، وماينس اربعه اف نود باثنين. بس عايز ماشي؟ طيب الاف سامبلنج عندي هنا بتساوي كام اف نود؟ 10 اف نود. مظبوط؟ يبقى ساعتها هاجي اعمل ايه هنا؟ هقوم ابص عند من ماينس 5 اف نود لحد 5 اف نود. هقف هنا كده. مفيش ازرق مفيش احمر. ماشي. يبقى هنا هقف عند ماينس 5 اف نود لحد هنا 5 اف نود، وبعد كده ابدا اعمل اليس. هل في حاجه خارج السبيكترم ده؟ يبقى ساعتها ايه السيجنال دي الافتر سامبلنج هتفضل هي هي. تمام؟ في تي اس، بس انا بقول لك اب تو كونستنت سكيل فما يجراش حاجه. تمام؟ يعني المابنج ده بس عشان الموضوع تي اس ده، عشان بس اللي هو الانرجي والحاجات دي، بس ايه؟ مش تفرق معانا حاجه دلوقتي. خلاص؟ يبقى ساعتها هنا هتفضل ايه؟ السبيكترم ذا سيم. تمام؟ ماشي كده؟ طيب نيجي بقى لدي. خلينا حتى هي حتى مش محتاجه تبقى اصلا، هي خليني مثلا اقول ان هي ايه؟ اربعه. تي على اربعه. ماشي؟ يبقى ساعتها دي هتبقى الاف اس بتاعتها بكام؟ اربعه اف نوت. هقوم واخد بقى الرسمه بتاعتي دي وابدا بقى اشوف. طيب يبقى انا عندي ده بواحد، ده بنص، بنص ده عند اف نود، ده عند ماينس اف نود، وبعد كده هيبقى عندي هنا ادي اتنين اف نود ماينس اتنين اف نود، وبعد كده عندي بقيه السبيكترم اللي هو عند اربعه اف نود باتنين ماينس اربعه اف نود. ده السبيكترم الكونتينوس، بس الاليسنج هيحصل في الحته دي، دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي اف اس على 2 ماينس اف اس على 2. مظبوط؟ يبقى ايه اللي هيحصل بقى؟ دي هتحصل لها ايه؟ اول حاجه هاخد ايه؟ هبدا اقسم السبيكترم بتاعي من 2 اف نود لحد اخر حاجه الثانيه، الناحيه الثانيه هتبقى ايه؟ 6 اف نود. يبقى ده كده هقف عند 6 اف نود، وهقف هنا عند ماينس 6 اف نود. طبعا مفيش حاجه بعد كده، فمش لازم اقعد ايه اكمل. بعد كده بعمل ايه؟ باخد الجزء ده واجمعه فوق ده. تمام؟ يعني كان هاخد ال 2 اف نود، اي حاجه موجوده عند 2 اف نود، واحطها عند ايه؟ عند ماينس 2. يعني كانك خدت الفريكونسي دي طرحت منها اربعه. صح؟ طرحت منها اربعه اف نود. يبقى الاربعه اف نود دي هتتحط فوق مين؟ فوق الصفر. يبقى دي هيبقى فيه على الواحد ده هيبقى فيه زائد 2 اللي هو جاي لي من هنا. ونفس الكلام هنا اجمع 4 اف نود فتتحط برضو عند الايه؟ عند الصفر. يبقى ساعتها بقى السبيكترم في الاخر هيبقى 6، هيبقى 5 عند الصفر، وبعد كده عند الاف نود تساوي 1 عند الماينس اف نود تساوي واحد نص نص. مش يا عم زقش. تمام؟ ده حصل بسبب ايه؟ بسبب الاليس.
النايكو ستريت بيتحدد على الماكسيموم فريكوانسي اللي عندك مش على الفاندامنتال. تمام خلاص واضحه؟ طيب يبقى نستكمل بقى ايه؟ خلاص فاتكلمنا على موضوع الاليسنج، اتكلمنا ازاي المابنج، وكلمنا هنا يعني ايه، هنا الاكس اكسس هنا مكتوب باف نود، وهنا مكتوب الاكس اكسس هنا هيبقى موجود بالكيهات، بس الكيهات اللي هنا هتبقى الكيهات دي ليها علاقه بمين؟ بالتي اس. ها يعني خلي بالي الكيهات اللي هنا دي ليها علاقه بالاف نود اللي عندك البريود. هنا الكيهات لو انت هتكتب البتاعه دي بدلاله الكيهات، بدلاله الكيهات في الاكس اكسس، فاكرين الكي كنا بنقول عليها ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن كي، يعني بنقول ان الاف اللي احنا بنقول مثلا انت دلوقتي ايه، انا هنا رسمتها بالاف نود، واخدين بالكم؟ لو انا بقول لك ارسمها بالكي، هي الاف عندي او الكي عندي دي بتعبر عن ايه؟ كنا قلنا المره اللي فاتت قلنا الكي دي هي اللي عباره عن 2 باي كي على تي اس، واخد بالك؟ على تي اس مش على الفاندمنتال اللي هنا. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا الرسمه دي لو انا عايز اكتبها بدلاله الكي هحط كده اكس اكسس وهكتب هنا كي، والكي دي اللي هي بتاعت الديسكريت مش بتاعت الكونتينوس اللي هي كانت هنا، واخد بالك؟ تمام. هبدا اقول ايه الاف نود اللي موجوده هنا دي تتماب هنا الكي رقم كام؟ اول حاجه، اول حاجه السبيكترم قبل ده، السبيكترم بتاعي هيبقى فيه كام نقطه؟ 10. تمام؟ هيبقى عندي 0 1 2 3 4 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5. ده الايه؟ ده اللي هو البريود بتاعتي. مش انا اللي عرفتها منين؟ مش انا عندي البريود اللي هي التي متقسمه كام حته؟ مش احنا بنقول التي اس بتاع على 10؟ هي متقسمه كام حته؟ متقسمه 10 حتت، صح؟ وهو ده الان، الان هو عباره عن ايه؟ عباره عن البريود بتاعتك انت واخد فيها كام نقطه؟ فاهمين؟ فاهمين على طول او خلاص؟ تمام؟ ها؟ انت بتسال. طب بس احنا بنكمل على الفوت، نكمل على الفوت بس نكمل عليها الاول، خلاص؟ فاحنا بنقول بس ايه؟ بنقول اللي هو ان انا عندي دلوقتي الان، الان ايه؟ هي دي عدد السامبلز الموجوده في الايه؟ في الوان بريود. خلاص كده؟ يبقى ساعتها فاضل لي دلوقتي ان انا اماب الحاجات دي. ماشي؟ فانا عندي الصفر ده هو صفر طبعا فيطلع واحد. ماشي؟ ده بقى هيبقى موجود فين؟ هي واحد هنا دي اللي مكتوبه دي هتبقى مكتوبه عباره عن ايه؟ مكتوبه اللي هي عباره عن 2 باي كي تي اس اللي هو ده، صح؟ ده انا عايز اسويه بمين؟ بالاف نود اللي هو واحد على تي، صح؟ صح ولا ايه؟ يبقى ساعتها الكيب كام؟ طبعا هنا 2 باي ففي 2 باي طبعا عشان دي اوبن، بس فال 2 باي تصير مع ال 2 باي، يبقى ساعتها الكي بتاعتها هتبقى بتساوي ايه؟ الايه؟ هو اكشلي انا دي في هنا ان، صح؟ صح؟ ماشي ماشي كده بقى، صح؟ يبقى كده هي اصلا ان هي تي اصلا. ماشي يبقى ساعتها هتبقى الايه؟ هتبقى الكي دي بتساوي كام؟ فالتي اس على تي دي هتطلع لك واحد على ان اللي هي واحد على 10 يعني، ودي 10 تطلع لك بواحد. يبقى الثانيه دي هتبقى موجوده هنا في النص، موجوده هنا في نص، وبعد كده دول هيبقوا نفس الكلام موجودين هنا عند ايه؟ عند 4، فهتبقى موجوده هنا عند 2، والثانيه هتبقى موجوده عند 2. تمام؟ وهنا نفس الكلام، هنعمل نفس الكلام،
بس هتلاقوها المابنج 1 1 تو 1. انا نسيت، بس معلش انا اسف، نسيت الان اللي هنا، فاصلا هتلاقي الكي هي هي الكي، مش هجرى حاجه يعني ان شاء الله. ما انا بقول لك انا غلطت معلش، هو الكي الكي هي هي الكي، انا بس قلت، انا بقول بس ان الكي هنا ببص على الفريكوانسي بتاعتها، فهي اصلا مقسومه على ان تي اس. انا نسيت، انا قلت تي اس، نسيت ان انا بضرب فين تحت. اما قول بقى، انا بس بقول ايه يعني، احنا بنتكلم بسال على الحته النقطه دي، انت بتسال بتقول لي كي تاني ايه؟ ايه؟ قلت ليه؟ اتفضل. ده دي احنا قلناها المحاضره اللي فاتت، قلنا ان الكيهات اللي عندنا بتتماب ازاي لكونتينوس فريكوانسي، فقلنا ان الكي اللي عندنا دي ده اللي هو الاندكس بتاع الفريكوانسي، وقلنا ان ساعتها ان انا عندي ايه، انا عندي اي اس جي لما احنا مشيناها 2 باي ان في كي على ان، فاكر لما جينا قلنا ان ال 2 باي ان كي، الان دي كان اصلها انا كنت بادئ باي اس جي 2 باي اف اف تي، وبعد كده قلت عايز اعمل لها ديسكريتايزيشن في التايم، فتبقى اي اس جي 2 باي اف ان بدي اس كده، انا عملت ديسكريتايزيشن في التايم. وبعد كده قمت قلت هعمل بريودستي في التايم، فيبقى ساعتها الفريكونس هتبقى ديسكريت، هتبقى 2 باي والاف دي تبقى 1 على تي وهضربها في كي، يعني هتبقى مالتيبل اوف ذا فريكونس في ان تي اس، مظبوط؟ وبالتالي ساعتها هلاقي ان انا كده عندي التي اس على تي هو ده اللي بيساوي 1 على ان. بس ده كده discretization in time، ده discretization of frequency اللي هو يكافئ periodicity في التايم. بس فقلنا ساعتها ان الكي بتاعتك دي في الاخر الفريكوانسي بتاعتك اللي احنا قلنا عليها دي هي هتبقى بتساوي ايه؟ هتبقى بتساوي 2 باي كي على ان، الاوميجا بتاعتك يعني اللي هي مكافاه ليها هتساوي ان كي. الايه؟ ما انا بقول ايه دي هنا كونتينيوس، فانا عملت لها سامبلنج مثلا، فده الكيرنل بتاعك، فانا بوريك ازاي الفريكونسي اتحولت وبقت في الاخر ان كي على ان بتاع دي جت ازاي. اللي هو فري سيريز اللي هو يكافئ في التايم، كانك بتقول ان السيجن كان بريودك. دي اللي هي التي اهي 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 يا باشمهندس، 2 باي كي على تي، مش دي الاوميجا وده التي صح؟ بس فهو ان تي اس ده اللي هو التي. الايه؟ ده هنا انا بس كل انا لخبطت، انا قلت بس ان هو الكي مش هي الكي على اساس ان دي هتبقى تي اس، بس انا نسيت بس ان انا كان عندي ان تحت، فهي هو نفس الكي، الكي هي دي هي نفس الكي اللي هنا، لان المقام بتاعك هيبقى هو التي، فما فرقتش حاجه. معلش احقك على الايه؟ هنا؟ لا انا بوريك بقى ازاي بقت على ان، يعني هي 2 باي كي ان وفي هنا تي اس على تي، اللي انت عارفه في الفورير سيريز ان هو 2 باي ان كي على ان صح؟ طب اقول لك الان جت منين؟ انه تي اس على تي هي 1 على ان، اللي هو عدد النقط، يعني لو تقلبها يعني هي تبقى تي على تي اس،
فبنقول عدد النقط اللي موجود في وان بيريود، ادي وان بيريود وادي قسمتها كذا حته صغيره، فده عدد النقط الموجود في وان بيريود. كام على السؤال ده يعني؟ اه مش تايم. اه بشوف انا هنا بادئ بالكونتينوس تايم وعايز اروح للديسكريت تايم. فالكونتينوس تايم ده احنا قلنا لو مفيش اليسنج، لو ما عنديش اي اليسنج هيطلع هو هو بس. فانا بدات ادي السبيكترم بتاعي اهو، وبدات اشوف مره لو عملت سامبلنج بفريكونسي عاليه قوي، وبالتالي ساعتها السيجنال طلعت هي نفس السيجنال. وفي الثانيه دي لقيت بس ان انا ايه عندي اليسنج، فحسبت الاليست فيرجن وقلت ان هو ده الفريكوانسي دومين. تمام؟ هيك قال انا ليه؟ ليه؟ لا هو انت اصلا ما بيبقاش عندك اختيار، انت بيبقى عندك دي وانت عايز تطلع دي، مش عندك دي الاول. ايوه بس ده انت عارف، مثلا انت عارف السيجنال بتاعتك، عارف الكومبوننتس اللي فيها، وبعد كده بتقول ان انت عملت لها ديسكريتيزيشن، فانت عايز تعرف ايه اللي هيحصل بعد ديسكريتيزيشن. لان هو عاده الكونتينوس تايم انت السيجنال عندك بتبقى في كونتينوس تايم. طيب نستكمل بقى مع بعض الايه؟ وشفنا بقى موضوع البريودستي، وقلنا ان الفريكونس دومين بيبقى بريودك اند سو اون. بتاع البريودستي؟ ده اللي هو ده دي؟ ماشي. لا هو ده بس كل الحكاية أنا بقول عليه. أنا هنا هو ده، أنا بقول ده سميشن من 0 لحد n ماينس 1. تمام؟ السميشن ده هيطلع لك الأرقام دي عند كيهات بكام؟ يعني البتاعة دي كده أهو دايماً هتلاقيها بصفر غير عند كيهات معينة. مش إحنا ده كده كأنه ليه علاقة بالبريودست اللي إحنا اتكلمنا عليها. فاهمين؟ أه البريودست اللي إحنا اتكلمنا عليها، إن إحنا كنا بنقول إن السيجنال دي بعد كده هتبقى متشفتة يمين متشفتة يمين متشفتة يمين. فأنا هنا بس بقول إيه؟ كان إيه الهدف من هنا؟ ان انا بقول ان هو انت مثلا ممكن تلاقي ان انت بيطلع لك مثلا ايه كي ماينس ام ماينس ال ان مثلا. تمام؟ سيبك من دي، انت قلت ان هي كي ماينس ام صح؟ يبقى الكي هتبقى موجوده عند مين؟ عند ام. خلاص سيبك خلاص من دي، احنا بنقول دي، ما انا بقول لك ده دي طريقة كتابة ان انا بقول ان هي بريودك بس، ان البتاعة الدلتا دي انا ما انا عايز اعرف الكي، ال دي بتقول على الكي، انا عايز اعرف الكي دي بكام. فهو على حسب الكي بتاعتك، الكي البتاعة دي هتطبق عند اي كيهات؟ عند ايه؟ اي ايه؟ اي انتجر كي، بس عند كام هتبقى بدلتا؟ ما هي دي من 0 ل n كانت هتطلع بقيمه واحده اللي هي n، دي موجوده عند كي بتساوي m بس صح؟ بس لا عند m بس، او عند اللي هو m زائد n، وعند m زائد 2 n، وعند m زائد 3 n، وعند m زائد 4 n and so on. تمام؟ فده كل الحكايه بس بيقول ايه؟ انه ادي البريود الاولانيه لما تحط ال بصفر، ادي البريود الاولانيه، ادي البريود الثانيه، ادي البريود الثالثه بس. ما كانش هدفها ان هو انت اكتبها بفهمك، انا بس هنا بس بقول انه ايه، ان هي البتاعه في الاخر بتبقى بريودك بس. وحتى عشان كده في الاخر قمت قايل ايه، قايل هنا هو ان انا بقول ان دي valid for any k، بس انا عشان مهتم بالكيهات اللي هي من 0 لحد n ناقص 1 قمت قايل خلاص يبقى هي الدلتا دي بس، هي كفايه دي الكي ماينس n. تمام؟ ليه؟ علشان تقريبا كان في واحده بعديها اللي هي كي زائد ام،
او كانت الام بنيجاتيف او حاجه زي كده. لا خلاص مش موجود. بس يعني اللي انا كنت عايز اقوله هنا انه لو الام دي طلعت مثلا ناقص واحد اللي هي تبقى دي زائد واحد، فساعتها زائد واحد دي لو انت جيت كتبت لي كده وكتبت لي ان الكي بتنتمي من 0 لان ناقص واحد، ما انا هلاقيها دايما بصفار مش هتطلع معايا صح؟ فيبقى ساعتها اظبط الايه؟ اظبط الاكسبريشن او ارسمها ورايح دماغك لو انت هتلخبط عند السبعه بالظبط. بس انت كاتبها لي كده يعني انت كاتب لي كي ان مثلا كانت الناقص ام دي زائد واحد خلاص؟ فهي دي ان دلتا كي زائد واحد، وبعد كده كاتب لي الاكسبريشن ده وبتقول لي الكي بتنتمي من 0 ان ناقص واحد، او انا كاتب لك في السؤال ان الكي طلع لي الكونفنشن بتاعك ان الكي بينتمي من 0 ل ان ناقص واحد، فانت كاتب لي بتقول لي كي زائد واحد، هعوض بالكات من 0 لحد ان ناقص واحد مش هلاقي حاجه، هلاقي صفر. فعشان كده اداه هدفها ايه؟ ان انا بقول لك هي بيريودك، فانت ساعتها ايه؟ هتلاقي ان انت كي زائد واحد مش هتنفع، اطرح منها 8 لو احنا بنتكلم يعني ان احنا 8، او اجمع 8 مالتيبل اوف 8 فهتلاقي ان ساعتها تطلع ايه؟ كي زائد 7. اللي هو كفهمك اللي هو الاليسنج اللي هو عند الزيرو وحطيتها هنا او هي عند الناحيه الثانيه، يبقى انا خدتها وحطيتها مش اليسنج اسف البريودستي، انت خدتها هنا وحطيتها هنا. ايه؟ ما اصل دي حته يعني مش عشان الاكسبريشن. طب بعد المحاضره عشان بس دي مش مهمه خالص يعني. طيب هنكمل بس نستكمل دلوقتي احنا عندنا ايه؟ عندنا بقيت بقى البروبرتيز عايزين ناخدها. البروبرتيز بتاعه الفوري سيريز عندنا اول تاني حاجه بعد البريودست عندنا تايم ريفرسال. احنا هنمشي طبعا على البروبرتيز لان انتوا موستلي خدتوها معظمها برضو في الترم الاولاني، بس هنيجي نبص كده هنلاقي ان في سيميلاريتي كبيره ما بين البروبرتيز. فمثلا عندي التايم ريفرسال ده ان احنا بنقول ان انت السيجنال عندك في التايم لو عملت لها تايم ريفرسال بتلاقيها في الفريكوانسي حصل لها برضو ايه؟ فريكوانسي ريفرسال. تمام؟ فايه؟ ان انا عندي اكس اوف ماينس ان هشيل كل الماينس ان دي او قسمتها حتى هنا قسمتها مثلا ماينس ان ماينس كي هي هي، وهشيل كل الماينس ان دي واسميها ان. طبعا ان داش سميها ان داش انا بس سميتها نفس الاسم عشان مش تفرق معايا حاجه، فهيبقى دي ان ودي ان، وبعد كده اخلي بالي الكاونتر هو اللي هيتغير، فالكاونتر اتغير بقى من ماينس ان بلس واحد لحد صفر. تمام؟ تفرق معايا حاجه ان الكاونتر قلب؟ هي بريودك صح؟ يعني حد هيسالني الخطوه دي اللي هي من هنا اهو السمشن ده عندي ماينس ان بلس واحد لحد صفر رجع تاني بقى صفر لحد ان ناقص واحد ازاي؟ ايه؟ عشان البريودستي. عشان انت عندك انت البتاعه دي بريودك على ان، بداتها من ماينس ان بلس واحد لحد صفر، خدت الويندو بتاعتك اللي بتجمع عليها شفتها واحد، شفتها اثنين، شفتها 10، هتطلع هي هي. وهتلاقي التريك دي موجوده دايما في ايه؟ في اي حاجه بريودك، هتلاقي ان الويندو اللي انت بتجمع عليها ما دام السيجنال اللي عندك موجوده هنا بريودك، هتلاقي ان ايه؟ ممكن تجمع كونستانت على الان على الابر على اللور ليميت والابر ليميت ما يجراش حاجه. ماشي؟ فيبقى انا عندي تايم ريفرس. طبعا انا بحتاج ايه البروبرتيز في ايه؟ بحتاج البروبرتيز مينلي عشان اعرف اطلع بيبقى عندي مثلا انا عارف مثلا بيبقى في الغالب يعني بيبقى عندنا تيبل مثلا اللي هو اسمه فورير بيرز. تمام؟ مثلا مش عارف الريكتانجلر بيطلع لك سينك، مش عارف ايه بيطلع لك ايه، الساين بيطلع لك ايه. وانت مثلا بتبقى عندك كومبوز سيجنال مكونه من كذا حاجه من الحاجات دي، او فيها حاجه مختلفه، في واحده تايم ريفرسال، في واحده فيها كونجكت، فيها واحده اي فيها اي ما يكن الاوبريشن، وانا عايز استنتج الفريكونسي دومين من غير ما اعيد ايه؟ ما اعيد الحسابات بتاعتي. تمام؟ فهو ده مينلي استخدام البروبرتيز يعني. فهنشوف اكزامبل دلوقتي على الموضوع ده. بس هناخد بس معايا البروبرتيز بتاعت الكومبلكس كونجكت، ان في الكومبلكس كونجكت بقى بنقول لو السيجنال بتاعتك خدتها عملت لها كونجكت بتلاقي ان الفريكوانس دومين هو نفس السيجنال، هو نفس الفريكوانس دومين بس معمول له كونجكت وتايم وفريكوانسي ريفرس. تمام؟ يبقى ناخد بقى اكزامبل على الموضوع ده. فانا عندي هنا ايه؟ انا عندي هنا هو طالب مني ان انا طلعت قبل شويه
ركز معايا في دي، هي دي حته ده جابت سؤال. انا كنت طلعت او انا عارف مسبقا ان اي اس ماينس جي 2 باي كي ام على ان، والام دي موجبه يعني بص بنمبر يعني، او الام بتنتمي من 0 لحد ان ناقص 1 رقم موجب يعني، تمام؟ شايف حطينا حاططها في الاخر يعني. عارف انا دي، انا حليتها في المحاضره اللي فاتت، ان في دلتا كي ماينس ام، وير الكي بتنتمي لزيرو لحد ان ناقص 1. حلو كده؟ دلتاية موجوده عند المكان بتاع الام بتاعها. ماشي؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ السؤال اللي بساله بقى ده اللي هو دي، اللي هي من غير الماينس. السؤال اللي انا بساله، طيب وات اباوت اي ماينس جي 2 باي كي ام على ان؟ مش لازم بقى اقعد اعيد الحسابات، تمام؟ هعمل ايه؟ هقول والله دي ايه علاقتها دي اكس 1 في ان ودي اكس 2 في ان. فانت بيبقى عندك تيبل كده موجود عندك فيه البيرز وفيه البروبرتيز، محدش مطلوب منه يحفظ البروبرتيز، البروبرتيز موجوده في تيبل، تمام؟ عندك الاكسبريشن ده وعايز تعرف علاقه ما بين اكس 1 واكس 2، ايه العلاقه؟ ايه؟ كونجكت. يبقى الاكس 2 اوف ان بتساوي اكس 1 اوف ان كونجكت تمام؟ يا اما ان هي كونجكت او برضو ريفرسال شغال. يعني يا دي يا دي، فالاثنين لو استخدمت القانون بتاعهم هنطلعها، ماشي؟ صح لحد دلوقتي؟ يبقى انا عارف ايه بقى؟ عارف ان دي لو انا دخلتها على فورير سيريز هتطلع لي اكس 2 هات اوف كي، ده اللي انا عايزه. طيب ودي لو دخلتها على فورير سيريز هتطلع لي ايه؟ اكس 1 اوف كي كونجكت وماينس، صح؟ ودي لو طلعتها على فوق دخلتها على فوري سيرز هتطلع لي اكس 1 هات، طبعا هات اوف ماينس كي، مظبوط؟ تعالوا نعوض كده ونشوف هتطلع لي نفس الارقام. يبقى ساعتها اكس 2 هات اوف كي هتساوي يا اما ده كونجكت ماينس كي، فواضح ان هو لو كونجكت هيفرق معانا في اي حاجه؟ مش هيفرق معانا في اي حاجه عشان دي ايه؟ ريل. تبقى ان دلتا ماينس كي ماينس ام، صح؟ ودي برضو هتساوي ان دلتا ماينس كي ماينس ام، ماشي؟ نيجي هنا بقى للحته الايه؟ اللي هو السؤال بتاعك يا باشمهندس. انا هنا طالب بقول لك ان الكي بتاعتك من 0 ل ان ناقص 1. طيب انا هنا لو انا بتكلم على البتاعه بتاعتي من 0 ل ان ناقص 1، هو الدلتا دي هتبقى موجوده اصلا في الريجن دي؟ يعني ناخدها كرقم، افترض ان الام مثلا ب 3، فهو مثلا فبقول ان دي ان دلتا ماينس كي زائد 3 ناقص 3، ماشي؟ هل دي موجودة دي موجودة عند كام؟ عند كي بكام؟ بسالب 3. هل السالب 3 موجودة في الريجون دي؟ مش موجودة في الريجون دي، يبقى أنا لما أجي أكتب الحاجة أكتبها صح. أمال دي هتبقى موجودة، طب أعمل إيه عشان أحل المشكلة دي؟ أصلاً أول حاجة المشكلة دي حصلت ليه؟ عشان أنا بس ما كتبتش الإكسبريشن جنرال بالبريودست بتاعته، اللي هو يا باشمهندس اللي أنت إيه؟ السؤال بتاعك اللي هو ان انا كنت كاتب ان من ماينس انفينيتي لانفينيتي، فانا عشان مش كاتب الاكسبريشن بالبريودست بتاعك. بس احنا قلنا خلاص احنا مش مهم نقعد نكتب بقى ونصعب الدنيا ونكتب بقى انه ايه، اقعد اخد البريود واقعد اكررها واكتب لها اكسبريشن والحوار ده كله، مش لازم. خلاص انا هقول ايه؟ هقول ان دي ديفايند على البريود، ولما الاقي ان في نقطه موجوده بره البريود ابقى بس بمبها للايه؟ للبريود بتاعتي. فانا عندي ان دي الان بتاعتي بتقول لي ان الدلتا من ماينس دلتا ماينس كي ناقص 3، تمام؟ قلنا ان دي موجوده عند كام؟ عند ماينس 3.
عايز مبهم البريد على فرض ان الان بتساوي 8، يبقى ساعتها مابنج تو ذا بريد تتحول لايه؟ مابنج تو كي بتنتمي من 0 لحد 7 اللي هو ان ناقص 1، تتحول تبقى ايه؟ تبقى دي ان او 8 في دلتا كام؟ كي ماينس، طبعا هي مش تفرق ماينس ولا بلس يعني، بس كي ماينس 5، او الصح يعني الصح بتاعها ماينس كي زائد 5 ده الصح بتاعها، والدلتا ما تفرقش فيها الماينس، صح ولا لا؟ الدلتا ما تفرقش فيها الماينس، فاللي هي بتساوي 8 دلتا اوف كي ناقص 5. دي صح ودي صح، بس طبعا السبب هنا فقط دي عشان دلتا، يعني اللي انت عملتيه في الاول ده الصح، ان انت قمتي بس ايه خدتي البريود اللي هنا وجمعتي عليها 8، ده الصح، بس انا بس ايه يعني بعملها على طول بالوايم، يعني ان هو ايه ان هي عشان الدلتا بس ما تفرقش معايا. تمام؟ يبقى كده ساعتها دي كده جوه البريود دي ساعتها صح، ان هو هنا لما البريود من 0 لحد 8 لما بعوض هنا ب 5 اللي هي جوه 8 بتطلع لي الدلتا، يبقى كده الكلام ايه؟ مظبوط. الايه؟ يعني انا بريود من 0 ل ان او ان ماينس 1 هضرب في النص، ما هو اللي انت بتقوله ده هو ده بالظبط اللي احنا عملناه هنا. انا عارف انت بتتكلم عليها جرافيكال، انا بتكلم عليها ايكويشنز وبقول الاثنين صح، انا بس بفهم الطريقه بشكل عام، لكن انت عايز تريح دماغك او انت بتفهمها احسن جرافيكال. هو انت عندك هتقوم راسم البريود اللي هي ماينس ان على 2 او وات ايفر البريود بتاعها دي موجوده فيها، وتقوم ايه عامل لها مابنج بس وات ايفر اللي انت عامله مظبوط، يعني ده مش انا يعني مش ريجيد في الحاجات دي، واصلا انا اصلا بفهمها جرافيكال، بس انا كاتبها ايكويشنز عشان لو في حد بيبقى مهتم بالايكويشنز. يعني الحاجه الثانيه برضو الموضوع ده هيبقى مفيد في حاجات لو كانت الام دي بارقام غريبه بارقام ضخمه، يعني فرضا مثلا حاطط لك الام دي الان ب 8 مثلا، يعني هسالكم سؤال، لو الام ب 8 لو الام لو الان ب 8 زي ما هي كده خلاص، والام ب 100 اللي هو المود المودلز ها قول تغير البريود نفسها يعني. هي تريك حلو بس في الغالب انا هبقى بقول لك البريود سبب، بس ايه اللي انا بقول لك البريود ده مش عشان او بقول لك الكي الرينج بتاعها كام، سبب حاجه زي كده مش رخامه، بس هو سببها ان هو مثلا زي ما بقول لك انت لما بتماب مثلا في حاجات زي الاف اف تي والحاجات بتاعت الماتلاب والحاجات دي اللي هي الحاجات البراكتيكال اللي انت تستخدمها، هو بيبقى بالظبط من 0 لحد ان ناقص 1، فلازم تبقى فاهم هو دي هتتماب ازاي، فاهم قصدي؟ فدي بقى ساعتها هيحصل لها ايه؟ لا ليه ما ينفعش، مش هو انت مش احنا بنقول هي هتبقى بريودك، انت بتقول ان دي انت عارف كده ان دي هتطلع لك كام، اللي هو اللي انت عارفه الاجابه اللي انت عارفها دي هتطلع دلتا اوف طبعا يعني خلينا اقول او ما يكون دلتا اوف كي زائد 100 صح، اللي هي هتبقى موجوده عند ماينس 100 ده اللي انت عارفه مظبوط صح، عايز بقى انت تمابها للايه اللي من 0 لان ناقص 1 او من 0 ل 7 هتعمل ايه؟ كانك بتقول ادي هي من 0 ل 7 طيب وبعد كده هاخد تاني من 0 ل 7 واقعد اجمع تاني او هتبقى اللي هي من ماينس 7 من ماينس 8 لناقص 1 بعد كده عايز تكمل تاني من ماينس 16 لحد ما تشوف دي هتبقى واقعه فين وترجعها تاني للمكان بتاعها مظبوط؟ ده اللي هو عمليه ايه؟ ديفيجن، والباقي هو ده النقطه ريميندر، يعني انت لو خدت ال 100 قسمتها على ال 8 هتطلع لك رقم وفي ريميندر، الريميندر ده هو ده مكان الايه؟ مكان النقطه دي، بس طبعا هي طبعا هنا بتاخد الريميندر او بتاخد المود بتاع الماينس 100 مش الريميندر. ولما تجي لك حاجه غريبه كده انت عارف بالانتويشن المفروض تطلع ازاي ماشي؟ انت عارف بالانتويشن كده دي يعني انا عارف هي بالانتويشن هتطلع ازاي، جربها على اكزامبل صغير
وحلها وبعد كده اشوفها في الاكزامبل الكبيره تعمل ازاي على جنب كده. يعني انا مثلا دي بص انا عارف انه دي لعبه رخيصه جدا، انت هتاخد وتقعد يعني ايه رخص السنين، بس اعمل ايه؟ طب خليني اقول لك حاجه، انت مثلا خلينا اقول ان هي كانت دلتا كي زائد 10 بس، خلاص مش زائد 100، وتعالى شوف كده ايه اللي هيحصل. هو الكي زائد 10 دي يعني هعمل ايه؟ هاجي اقول انا عندي اهو ادي الزيرو، وبعد كده عندي السبعه دي اول بيريود، البيريود الثانيه اللي هنا هتبقى اللي هي من ناقص 1 لحد ناقص 8، البريد اللي بعديها هتبقى ناقص 9 لحد مش عارف بقى هنجمع الرقم اللي هنا، صح؟ يبقى دي هتبقى موجوده فين؟ عند ناقص 10، صح؟ اللي هي موجوده بعد البريد بواحده، مظبوط؟ شوف انا بفكر ازاي يعني بالهمبكه خالص، اهو ما بقولش اي كلام علمي، اللي هي بعد اخر البريد، بعد اخر الريجن بتاعتك بواحده، ناقص 10. يبقى دي لو همبها هنا تبقى عند ناقص 2، صح؟ دي لو همبها هنا تبقى عند كام؟ 6. دي عرفت طبعا، تمام؟ الستة دي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مد ناقص 10 و8. فيعني ايه؟ ما تعطلش. لو انت عندك مسألة جاية لك كده بشكل كبير، صغرها حلها كده مثلا، افهمها هتيجي ازاي، وبعد كده مثلا ايه كبر الاكزامبل بتاعك، تمام؟ ودي حاجه برضو في الحياه العمليه بشكل عام، لو عندك بروبلم معقده قوي ابدا بسطها، خد اعمل اسامبشنز كتير زي ما انت عايز، وابدا بقى شوف واحده واحده دلوقتي الاسامبشنز دي هتاثر عليك ازاي واحده واحده. دي كي زائد 10، يبقى هي هتبقى موجودة عند كي، الدلتا هتبقى موجودة عند ناقص 10، صح ولا ايه؟ ايوه، فبعمل مود للنقطة اللي هو موجود فيها اللي هو الناقص 10 مش الموجب 10. ايه؟ ليه ازاي؟ هو المود ده هتعمل ايه؟ المود ده كأنك بتقول ايه؟ كأنك بتقول بص ده يمكن مشكلة عامة، تعريف المد، تمام؟ تعريف المد في الناس او التعريف اللي احنا بنتكلم عليه ان المد بتاعك يطلع اوتبوت ما بين زيرو لحد الرقم اللي هو هنا ناقص 1 اللي هو 7، خلاص؟ فلو انت كنت بتقول انه مثلا 8 مثلا وناقص 10 كان بيطلع لك المفروض المد بتاعي يطلع لك ناقص 2، وانا بقول ان هو انا عايزها من 0 ل 7، فالمفروض كده تعمل ايه؟ تجمع 8، فتبقى زائد 8 اللي يطلع لك 6، ماشي؟ بس فهنا ده الكلام اللي انا كنت بحكي لكم عليه، ان هي طلعت مثلا لو كانت عند 1 هنا طلعتي عند ناقص 1، بس هو عشان طالبها لي من 0 لحد 7، قمت بس عملت لها مابج للايه؟ للسبعه. وتاني الموضوع ده مش رخامه ان انا عايز الخبطك، يعني الموضوع ده مش مساله ان انا عايز الخبطك، الموضوع ده مشكلته ان هي بتبان كبراكتيكال، ان انت الفورير او الاف اف تي بتاع الماتلاب هو اصلا بيمبلك، ده مش بتاع الماتلاب بس، بتاع كله بايثون، الناس كلها بتتعامل بالطريقه دي، ان هو الاف اف تي بيطلع لك من زيرو لحد اند ماينس 1، وبعد كده انت تعامل الحاجات الثانيه دي اللي هو المابنج مش عارف ايه، دي هتروح هناك دي هتروح هنا، انت بقى المفروض اللي بتستخدم الحاجات دي تعرف تتعامل وتتصرف في بتاع ده، تمام؟ عشان كده ايه، ما الموضوع مش ببساطه انه ايه، انه واحد هيقعد يتعلم اف اف تي وخلاص تتعمل له السيجنال، لا ده انا لازم ابقى فاهم البيزز اللي وراها. اتفضل. انت بتقول ايه او سي جي، ايه بتتكلم على ايه دلوقتي؟ مساله دي هنا دي مالها دي جت ازاي من دي؟ طب ما دي احنا حليناها المره اللي فاتت اللي هو الدلتا، بس يعني اللي هي ساينسويدال سيجنال هتطلع بدلتا يعني. انت دلوقتي بتتكلم على المساله دي
دي ازاي اتحولت لدي؟ ولا بتتكلم على ايه بالظبط؟ مضروبه في ان. لا مضروبه في ان عشان انت بتجمع ادي السمشن اهو من 0 لحد ان ناقص 1 في اي اس ماينس جي كي ماينس ام ان على ان. ده لما بيبقى بصفر ده هيبقى بكام؟ 1. بتجمع وحيد ان تايم هيطلع لك بكام؟ ايه؟ فهمت؟ اقرا المحاضره قبل ما تيجي. الله يكرمك. طيب بعد كده بعض الاذر بروبرتيز عندنا اللينياريتي. اللينياريتي طبعا دي اصلا حاجه ايه اصلا يعني ديفولت اصلا لان هي اصلا معموله عشان ال تي اي سيستم. فاللينياريتي اللي هو ايه؟ عندك سيجنال معقده قسمها كذا حته طلع لدي الفورير سيريز وبعد كده رجعها تاني. تمام؟ دي احلى تركه بقعد اشتغل بيها في الايه؟ في المسائل. خلاص؟ مساله معقده خدها قسمها. فده الايه؟ فده اللي هو ادي يعني ادي طبعا اثباتها طبعا تريفيال جدا يعني بس يعني ان احنا بنقول ان هو لو انت عندك اكس 1 واكس 2 في كي هو البتاع عمال بيعمل كده مش ممكن. اكس 1 وفي ان واكس 2 وفي ان عارف لهم الفورير سيريز بتاعهم. وبعد كده عملت اي لينير كومباينيشن ما بينهم هتلاقي ان الاوتبوت برضه في الفريكوانس دومين هيبقى هو برضه ايه؟ اللينير كومباينيشن. وبالتالي مساله الكوزاين دي ممكن اكتبها ازاي؟ اي اس جي 2 باي ان ام على ان وزائد اي اس ماينس جي 2 باي ان ان على ان واحنا لسه حلينهم قبل شويه. تمام؟ فقمت خدتهم وديتهم ايه؟ حليت دي لوحدها وديتها لوحدها وطلعت لي اهي الدلتا ودي حليتها لوحدها وحليتها. ايه؟ بالظبط دي عشان بالظبط دي عشان كده. يا اما لو انا سايبها لك باي ذا واي لو انا سايبها لك مفتوحه ومش كاتب لك خلاص حط بس الرينج الصح. حطها مثلا لو انت شايفها ان هي موجب وسالب كده حطها مثلا ماينس ان على 2 لحد ان على 2 حط الرينج الصح بس. لو انا سايبها لك يعني. دي ما دي اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها قبل شويه هي دي اللي هي من الاخر يعني ان هو ايه ان انا كاني هبدا اجمع ان يعني هي كانت ماينس كي ماينس ام صح مش دي لسه حلنا وبعد كده قلنا عاوزين بس المبهى لان انا بقول ان الام محدوده من 0 لان ناقص 1 فعايز ارجع ان الرقم ده الدلتا دي تبقى موجوده بس عند البريد خلاص جمعت ان بس يعني اللي عايز اقوله ايه بس تاني ده انا كاتبها ايكويجن انت لخبط تخبط ما تتلخبطش انت عارف ان دي هتبقى موجوده عند ام عند ماينس ام انا كمحامي انا بعمل ايه الاول انا بكتبها جرافيكال وبعد كده ارجع اعمل الايكويجن فيعني مش الموضوع مش يعني مش انا مش الايكويجن دي مش بنت خالتي يعني خلاص او انا عندي عارف ان دي كوزاين وعرفت اطلع ان هي موجوده هنا عند ام موجوده هنا عند ماينس ام بنص طبعا مفيش دي ها بنص ونص خلاص وانا عارف ان الام دي ما بين 0 لحد ان ماينس 1 خلاص وهو بيقول لي مبهالي من 0 لكي هقوم اعمل كده وهقول يبقى دي عشان تروح هناك هجمع عليها كام؟ هجمع عليها ان يبقى ساعتها هتبقى لو ده الزيرو وده الان ناقص 1 يبقى في عندي هنا حاجه عند ام بنص وعندي حاجه هنا عند ان ناقص ام برضو بنص خلاص خلاص عايز اكتب لها المعادله دي دلتا ان ماينس ام دي كي يعني دي دلتا كي ماينس ان ماينس ام نص زائد نص بس تمام ودي هي دي بس مضروبه في ماينس والدلتا بتفرقش مع الماينس لو عايز تجيبها ازاي؟
كان دي ساعتها اللي هي هتتكتب بالظبط زي دي، اللي هي هتبقى دلتا ماينس كي ماينس ام زائد ان. ما هي بالمود اهي، بالمود دي اللي هي ايه، انه هي كانت اصلها اللي هي دي صح، اللي هي دلتا او كي، سوري كي زائد ام، لو انت هتكتبها، لو انت هتكتبها من هنا تمام، كي زائد ام. فكي زائد ام دلوقتي عايز توديها الناحيه الثانيه، فهتطرح منها ايه ان عشان تشفتها ناحيه اليمين، فتبقى ناقص ان. ما هي دي هي اللي انا كاتبها اصلا، ما هي هي. انا كنت فاكر انت بتتكلم على على اصل اللي هي اللي لما جيت عملتها بالاثبات. انا اسف اسف، ايه اللي انا عملتها، انا بس بنساها بس. لا ازاي، انت سالتي نفس السؤال ده المره اللي فاتت، الاكسبوننشال دي احنا مش احنا انتوا بس، هو احنا بعمل ايه يعني، تعالى هعمل تاني القانون تاني. انا بعمل ايه، انا دلوقتي عندي عايز اعمل فورير سيريز بتاع اي اس جي تمام، عندي اكس واحد اوف ان يساوي اي اس جي 2 باي مثلا كي 2 باي ان على ان مثلا بواحد خلاص تمام. دي بتبقى ايه، هتبقى عايزه اجيب لها اكس واحد هات اوف كي، بتبقى بتساوي سميشن ان من 0 لحد ان ناقص 1 اي اس ماينس اي اس جي 2 باي ان على ان مضروبه في اي اس ماينس جي 2 باي ان كي على ان صح، تساوي اي اس جي، اخد عوامل مشتركه صح ولا ايه، صح ولا معايا ولا ايه، 2 باي على ان ان وبعد كده 1 ناقص كي مظبوط. ده هيبقى موجود امتى بس، او هيبقى ليه قيمه امتى، لما كده تبقى بيساوي 1، ساعتها هيبقى ات كي بيساوي 1، ده هيبقى بيساوي كام، سميشن هيبقى بيساوي ان من 0 لحد ان ناقص 1، وهنا في كام؟ 1، بتجمعي الواحد ان تايم. ما ده والله ما ده الاكسبوننشال اهو. ايوه كوزاين اكسبوننشال، ما هو النص ماشي، ادي النص وادي النص، ده كونستانت نزل زي ما هو. بعد كده الاكسبوننشال نفسها بتساوي ان دل، اللي انا لسه قايلها دي مش عارف. انت بتفكري فيها يمكن عشان بتفكري فيها في الكونتينوس تايم، ان الاكسبوننشال طلعت بنص وناقص نص. احنا بس بنقول هنا ان المعادله بتاعت الفورير سيريز بس مشكلتها ان هو فيها نورماليزيشن، اللي هو الواحد على ان ده ما كانش موجود بس. او بتفكري بيها بالكونفنشن الثاني بتاع الفورير سيريز، ان انا كان فورير سيريز كان سميشن واحد على ان. انا قلت لك قبل كده ان الفورير سيريز كان ليه كذا ايكويجن، الايكويجن اللي احنا متبعينها هنا ويعني معظم الناس بتتبعها بنفس الطريقه، ان هو السميشن ما عملوش نورماليزيشن، السميشن موجود كده من غير نورماليزيشن. فعشان كده الواحد على ان دي هتلاقيها ايه؟ هتلاقي في ان دايما موجوده في السميشنز والحاجات دي. فاهماني ولا لا؟ فاهماني بتقول اه خلاص. ايه؟ مش بس كده، بتكلم على انه الفورير سيريز لما تبصي مثلا على الكتاب بتاع اوبنهايمر سيجنال اند سيستمز، كان بيقول الفورير سيريز ايكويشن بتساوي اكس، الاكس هات بتساوي واحد على ان سميشن ان بيساوي 0 لحد ان ناقص 1 اكس اوف ان اي اس ماينس جي 2 باي ان كي على ان. كان حاطط هو هنا دي تمام، ده الكونفنشن القديم اللي هو هتلاقيه برد مثلا موجود في الكتاب بتاع سيجنال اند سيستمز بتاع اوبنهايمر تمام. الكونفنشن ده الناس بصراحه ما بتستخدموش قوي، الناس بتستخدم اللي هو بتاع الاف اف تي اللي هو ايه موجود في الماتلاب والحاجات دي خلاص. فعشان كده هتلاقي الكونستنت ده موجود في حاجات كتيره، لو انت مثلا بتحلي من اوبنهايم ومثلا ماسكه عندك السولوشن مانوال وبتبص الاجابه وجايب لك مثلا مساله وبيتحلي، دايما هتلاقي ان هو بيستخدم الكونفنشن هو في الكتاب بتاعه تمام؟ اه فتبقى ساعتها اه بالظبط، فترجع تاني تبقى نص ناقص نص. احنا بس بنستخدم عشان بنستخدم الحاجه اللي هي معظم الناس بتتعامل معاها واللي هي ليها علاقه بالماتلاب، اللي هو انت ممكن تشوف كبراكتيكال، فاحنا بنستخدم المعادله اللي هي ما فيهاش الكونستنت ده، والكونستنت ده موجود بقى في الثانيه في الانفرس كله بس. طيب بعد كده التايم شيفت، التايم شيفت كان بيعمل ايه في الكونتينوس؟ بتضرب في اكسبوننشال اي اس ايه؟
اس ماينس جي 2 باي ام كي. الاثبات طبعا سهل خالص بس يعني مش مهم دلوقتي. الفريكوانسي شيفت ايه؟ الفريكوانسي او اللي هو الضرب يعني اللي هو العكس، يعني لو انت بتعمل بتضرب في فريكوانسي اي اس جي 2 باي ام ان على ان، تلاقيها في التايم عملت ايه؟ عملت شيفت. هنا بس ايه؟ ناخد بالنا من نقطه. انا هنا بقول مش اي فريكوانسي شيفت، مش اي فريكوانسي شيفت، انا مسميها هنا سيركولار فريكوانسي شيفت. بمعنى هو ايه هو القانون تاني؟ احنا بنقول ان انت لو عندك اكس اوف ان، خلينا نتكلم عليها في الكونتينيوس عشان نماب، اكس اوف تي كانت بتطلع لك اكس مثلا هات اوف كي، ماشي، هي بريودك، الاكس اوف تي بريودك، فعشان كده بتطلع لك حاجه بالكي ما بتطلعش حاجه اوب، ماشي. جيت قلت لك ايه؟ لو خدت الاكس اوف تي دي ضربتها في اس جي 2 باي مثلا اوميجا نوت في تي، الاوميجا نوت دي لازم تبقى مالتيبل، يعني هكتبها احسن، ام اف نوت في تي لازم تبقى مالتيبل من ايه؟ من الفاندمنتال فريكوانسي. ليه؟ عشان ساعتها ام اف اعرف اكتبها هنا اكس ماينس ام. وعشان كحقيقه فاكرين احنا لما كنا بنتكلم على البريودك سيجنال، انت عندك بريودك سيجنال بتضربها في سيجنال ثانيه، لو السيجنال الثانيه دي مش بريودك التوتال هيطلع ايه؟ مش بريودك، يبقى مش هينفع، تمام. فعشان كده بتلاقي ان دايما لما بنيجي نكتب القانون بتاع الفريكوانسي شيفت اللي احنا بنقول هيحصل فيه شيفت ساعتها، بنقوم نعمل ايه؟ نقوم نحط ان هو مالتيبل اوف الفاندمنتال. فعشان كده بتلاقي هنا اما جيت حطيت القانون ده ما كتبتش هنا اف نود اي حاجه، كتبت اما اللي هو نفس الفاندمنتال او نفس يعني او حاجه مالتيبل اوف الفاندمنتال بتاعت الايه؟ بتاعت السيجنال اللي عندي. ايه؟ غير كده هتبقى بقى بتشوف يا تريكس يا ان هي ممكن تبقى ساعتها ابريودك وبالتالي ما تنفعش تبقى ايه؟ تبقى هي ما تنفعش تبقى ديسكريت، تبقى كونتينوس، اللي هي بقى نروح للفوري ترانسفورم، تمام؟ ايه يعني ايه اقصد بتريك؟ في مساله مشهوره وهتشوفوها في الشيت، هو بيقول لك مثلا اكس اوف ان بريودك ببريود ان وير ان از، خلينا نبدا الاول بايه؟ زي ما هي موجوده في الشيت، از ايفن، خلاص؟ يبقى هو مدي لي ايه؟ مدي لي البريود وبيقول لي بريود ايفن، مرضيين كده؟ حلو؟ فايند، وطبعا ليها اكس هات اوف كي، يعني هو بيقول لك ان دي وخلاص وانت عارف الاكس هات اوف كي بتاعها. فايند ده هنسميه مثلا ايه؟ اكس واحد، اكس واحد، ماشي؟ فايند الفورير سيريز بتاع اكس 2 اوف ان اللي هو هيساوي اكس واحد اوف ان سالب واحد اس ان. ده مين ده؟ ده 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 واحد من دول، صح؟ مظبوط؟ فده برضو ايه؟ ده بريودك، واللي هو ممكن يتكتب يعني لو عايزين نكتبه هنكتبه ايه؟ اي اس جي ان اوف باي، مظبوط؟ ولو عايز اظبطها يعني كبريود هتبقى 2 باي على 2، فالبريود بتاعتها بكام؟ ب 2، ودي البريود بتاعتها ايه؟ ايفن، ان ايفن، ايفن والبريود باتنين، التوتال بريود تبقى ايه؟ ان اللي هي هتفضل الان، صح؟ ما هو الاثنين ده اقل رقم ايفن، فالبريود بتاعت دي هتبقى 2 4 6 8 10، هتفضل البريود بكام؟ بان، يبقى كده ما فيش اي حاجه، ما فيش اي مشاكل، صح؟ ويبقى ساعتها حل دي هيبقى ايه؟ خلاص انا بس ايه؟ انا بقول البريود بتاعت دي ان، فانا محتاج اكتب دي بدلاله الان، عايز يعني اكتبها كاي اس جي 2 باي ان سمثينج على ان، السمثينج اللي هنا ده يبقى ايه؟ ان على 2، منطقي؟ ويبقى ساعتها دي في الفريكوانسي دومين تطلع لك ايه؟ اكس واحد اوف كي اللي هو من القانون اللي هنا،
ماينس ان على 2 اللي هو ايه؟ هنا؟ ما دي هنا ان على 2. لا انا بقول بس عشان اكتبها بطريقه البريود اللي انتم متعودين عليها، ان هو بتبقى اي اس جي 2 باي حاجه على البريود. تمام؟ حلو حد كده؟ بعديها بقى فقره بي اللي هي دايما بتبقى تريك، ايه بتبقى حلوه بي هي اللي بتبقى رخمه. قال لك نفس المساله بس شال ايفن دي وقال لك اود. كده مش هتنفع تبقى الان هتبقى بريود صح؟ ديفنتلي مظبوط؟ ايه؟ عندك واحد ناقص واحد اتنين دي ان اهي اوض خلاص؟ عايز تاخدها وبتتكرر واحد ناقص واحد اتنين اند سو اون مظبوط؟ هتضربها في سالب واحد اس ان، فلما تضربها في سالب واحد اس ان دي عند الصفر واحد اتنين اند سو اون دي هتطلع بكام؟ دي هتفضل واحد، دي هتبقى واحد، دي هتبقى ناقص اتنين، دي هتبقى دي هتبقى واحد، دي هتبقى اتنين مظبوط؟ بس دي بقى مش هتفضل واحد اني مور، دي هتبقى ناقص واحد دلوقتي. وبعد بقى اتنين ان هتبدا تتكرر تاني. ايه؟ تمام؟ يبقى ساعتها النيو بيريود بتاعتك مش هتبقى ان، هتبقى 2 ان. وانا محتاج بقى اتصرف في موضوع ال 2 ان. تمام؟ ففي بروبرتي انت هتاخدها في السكشن ان شاء الله. الايه؟ لا لا بص موضوع السكيل اللي هو فريكونسي سكيل ده، بص فريكونسي سكيل ولا بتتكلم على ايه؟ يعني بص هتاخدها في السكشن بالتفصيل لانه فيها تفصيل، لان الفريكونسي سكيل مش سهل هنا زي في الكونتينوس. الكونتينوس الفريكونسي سكيل كان كل النقط موجوده، هنا ديسكريت. فلو هقسم الكي على ان مثلا على 2 هتبقى عندك كي بدل مثلا كانت بواحد هتبقى بنص، مفيش حاجه اسمها كي بنص، ففيها مشكله يعني. بس يعني هتاخدوها في السكشن يعني. بس يعني في بروبرتي، والبروبرتيز دي تاني ما بتتحفظش بتتحط. فهو هتلاقوا في الشيت اللي هو بروبلم سيت رقم 4 في مجموعه بروبرتيز كده. اول بروبرتيز بتلاقي الاثبات بتاعها سهل، اللي هو مش عارف الريل والايفن والايفن والاود والحاجات دي، دي الحاجات اللي ممكن تتسال مثلا ان هي تثبتها يعني، اللي هي حاجات سهله. في حاجات تانية اكثر تعقيدا، دي في الغالب ما مش هسالك فيها خالص يعني. في الغالب اللي بعمله العكس، ان انا بقول لك استخدم البروبرتي دي في مساله من المسائل. تمام؟ في اثباتات عادي. استخدم البروبرتي في مساله من المسائل دي، هتلاقي البروبرتي موجوده عندك في الشيت شيت، فانت مش محتاج تحفظ. بس ما ينفعش تبقى اول مره تشوفها في الامتحان. خلاص؟ ما ينفعش. لو اول مره تشوفها في الامتحان يعني انا متاكد ان مش هتعرف تحلها. لازم تكون شفتها وحليت عليها وجربتها مثلا، فهمت الاثبات بتاعها، فهم. مش حاجه مطلوبه. الاثبات بتاعت الحاجات دي ممكن ما يبقاش نايف، وبالتالي مش مطلوب منك انت لسه مصغنن يعني في العمليه ان انت تبقى بتثبتها يعني. حتى انا يعني عشان اثبتها بحتاج وقت افكر شويه، او ان انا من الاخر براجعها يعني. لكن هو الحاجات اللي هي المعقده دي بتبقى مش مهم قوي الاثبات بتاعها، مهم تبقى فاهم جت ازاي والاثبات بتاعها كافكار عشان تزود النيورالز الموجوده في دماغك وتفهم ازاي يعرف ايه طرق التفكير يعني. لكن مش لدرجه ان انا هجيب لك المساله المعقده دي واقول لك اثبتها. هو موستلي هتبقى كاني بجيب لك دي في التشيت شيت واقول لك مثلا استخدم البروبرتي دي، فانت عندك قانون يعني. مش عارف دلوقتي اللي هو يعني في الحته دي في الكيس دي يعني، هبقى كاني بقول لك لو انت عندك الاكس ان موجوده ان 1 بيريود ليها اكس اوف كي، لو خدت لها مالتيبل بيريود، طب خد لها ليه مالتيبل بيريود؟ عشان مساله زي دي او عشان مشكله زي دي. بلاش اقول كلمه مساله، انا اصلا ما بحبش موضوع الامتحانات وكده، انا بتكلم ايه طريقه تفكير. انت عندك لسبب ما انت مضطر تستخدم مالتيبل بيريود من السيجنال بتاعتك عشان هتعمل بروسيسنج مع حاجه ثانيه، استخدمت مالتيبل بيريود، ساعتها الفريكونس دومين شكله هيبقى عامل ازاي؟ تمام؟ فطبعا اللي هيطلع يعني الفريكونس دومين هيبقى فيه صفار في النص.
يعني مثلا في لو هي ان ودول مثلا اي حاجه مثلا عندك الشكل في الفريكوانسي كان كده 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 مثلا ده الفريكوانسي دومين يعني بتاعك. لو انت هتاخد مالتيبل بيريود 2 ان هتلاقي كانك بتحط بس هنا بصفار. لو هتاخد 3 ان هتلاقي هتحط هنا صفرين وهكذا. المفروض ان هو مش هيطلع فيه معلومات جديده صح؟ يعني مش هتلاقي فجاه فريكوانسي كومبوننت جديده ظهرت عندك في الفريكوانسي دومين. منطقي ولا ايه؟ لان اذروايز يبقى في حاجه غلط. هي كانت بيريودك وانا كنت واخدها صح. فجاه زودت البيريود اللي هو انا ما عملتش اي حاجه مختلفه الاقي معلومات جديده ظهرت لي؟ اكيد لا. فهو متوقع ان هي هتبقى ايه؟ تبقى بتنسرت ايه؟ يعني حاجه اللي هي حاجه تريفيال، بتنسرت زيروز مش عارف بتماب حاجات معينه صوم. الايه؟ علي صوتك طبعا عشان اسمعك ومش عايز صوت. ده كان لما كنا بنقول ايفن. لما كنا بنقول ايفن. فالايفن ساعتها هي البريود ما اتغيرتش ولا حاجه، البريود بس انا خدتها ان. انا بقول هنا البريود التوتال ان الايفن مش الاود. عندك ان ايفن بتضربها في حاجه البريود بتاعتها باتنين، التوتال بريود هتطلع بكام؟ يعني الايفن ده يعني هيبقى 4 6 8 وبتضربها في حاجه البريود بتاعتها 2. ال سي ام هيطلع برضو بان صح؟ لكن اللي بعد كده اللي حصل ان انا قلت الان دي اود 7 5 13 هتجيب لها ال سي ام مع 2 هتطلع لك كام؟ مضروبهم في بعض بس. فهو ده اللي عمل غير البريود. اللي غير البريود لما كنا لما بدات الان تبقى اود مش لما كانت ايفن عادي. دي موجوده في الشيت يعني فانت كده هتحلها يعني ما تقلقش. طيب نيجي بقى دي واحده من البروبرتيز المهمه جدا. ما دي ليها اثبات بس تفكر فيها. يعني انت كانك خدت ايه؟ كان عندك بيريود خلاص خدتها ضعف البريود يبقى الفاندمنتال فريكونسي بقت كام؟ لو كانت زمان اف نود بقت دلوقتي كام؟ اف نود على 2. هل في السيجنال انا هل في اي حاجه جديده؟ هل خدت اي معلومات جديده؟ ما خدتش اي معلومات جديده صح؟ طيب هل تتوقع انه ساعتها الاف نود يعني انت كان عندك السيجنال بتاعتك يعني ده الانتويشن اللي وراها يعني بس هي طبعا ليها اثبات يعني انت عندك سيجنال الفريكوانسي دومين بتاعها كان موجود عند اف نود 2 اف نود 3 اف نود ان سو اون ماشي. ده ليه؟ انت كنت ادي السيجنال بتتكرر خدت بريود واحده منها عشان بتتكرر تمام. جيت انت قلت لا انا هاخد بريودين هاخد دي هاخد دي كده كلها. هل في اي معلومات زياده جديده؟ يبقى متوقع ان الفريكوانسي دومين هيفضل هو هو او يعني هتبقى مفيش مش هلاقي سربرايزز يعني مش هلاقي معلومات جديده. يبقى انا متوقع ان انا لو هاجي هرسم الفريكوانس دومين هلاقي ده برضو عند اف نود اكيد يعني مفيش حاجه اتغيرت وده عند 2 اف نود وده عند 3 اف نود مظبوط. بس هو ايه اللي جد؟ اللي جد ان انا هنا كانت الفاندمنتال فريكوانسي اف نود لما كنت واخد دي بس. الاف نود دي اللي هي ايه؟ الفاندمنتال فريكوانسي لو ده تي فالاف نود بتساوي 1 على تي. لما انا خدت 2 بيريود بقت الاف نود داش اللي هي الجديده دلوقتي بتساوي كام؟ اف نود على 2. يبقى ساعتها الويندو دي تعرف اتس ان اوبزرفيشن ويندو اعرف اشوف فيها فريكونسي فاندمنتال فريكونسيز مختلفه اللي هي كام؟ اللي هي الاف نود والاف نود على 2 و3 اف نود على 2 صح؟ و4 اف نود عند و5 اف نود على 2 اند سو اون. ودول هل كان السيجنال فيهم كومبوننتس؟ طيب بص بس كده. الويندو اللي هي ايه؟ دي؟ اللي هو ده يعني؟ ما هو ده على حسب البريود اللي انت عايز تاخدها.
انا هنا، انا في المساله اللي كانت عندي هنا انا عرفت ان التوتال الاوتبوت توتال بتاعي هيبقى محتاج ان هو ياخد ضعف البريود بس، فقمت مستخدم ضعف البريود بس. لو لسبب ما عرفت ان هو مثلا 4 بريود 5 بريود هستخدم نفس الطريقه، بس هو هتلاقي نفس الكونسبت برضه ان هو الفريك كفريكوانسي كمابنج للاف ما بتلاقيش اي حاجه. اف كمابنج كي بقى ككي زمان انا هتكتبها حتى بالازرق، دي كانت كي بتاعتها بكام؟ بواحد، الكي ده اللي هو جنب الاف نود، ودي الكي بتاعتها باثنين، ودي الكي بتاعتها بثلاثه. دلوقتي الكي الجديده اللي هتبقى موجوده هنا هتبقى مضروبه في ايه؟ الاف نود داش، فتبقى ساعتها دي هي اللي الكي بتاعتها بواحد، ودي هتبقى ساعتها الكي بتاعتها باثنين. عشان ايه؟ عشان ايه معناها ايه الاثنين دي؟ الاثنين دي اللي هي مضروبه في اف نود داش اللي هي البريود الجديده، تبقى اف نود على اثنين. هتاخدوها في السكشن، اصبروا شويه، هتاخدوها في السكشن. انا بس بوريكم، بس بوريكم اكزامبلز يعني. طيب الدواليتي، الدواليتي دي واحده من البروبرتيز المهمه جدا جدا جدا، وانتوا برضو رسوها في الـ في الكونتينوس تايم، اللي هي ان انا بعمل ايه؟ ان انا بقول لو انت عندك الفريكوانس دومين، عندك حاجه سيجنال في تايم دومين وعارف شكلها في الفريكوانس دومين، يعني ارسمها كده هنطلع عينك صح؟ هنطلع عينك. كل شويه الراجل عمال ايه؟ شغال مخرج عمال يجري ورايا بالكاميرا. لو انت عندك اكس اوف ان، فده كده خلاص ماشي. عندك اكس اوف ان وبنعرف تخليها او عارف لها اكس اوف كي، السؤال بقى ويعني ايه دي مثلا بوكس كار او يعني اللي هو الويندو، فدي هتطلع شكلها عامل ازاي؟ حاجه شبه السينك، سينك ديسكريت سينك، تمام. السؤال بقى لو انا جبت لك دي اكس واحد، اكس واحد، لو انا جبت لك اكس واحد اوف ان، اكس اتنين اوف ان عباره عن السينك دي، يبقى بقى الفريكوانس دومين بتاعها شكله عامل ازاي؟ ايه؟ يعني هو ده، هو ده بس الكونسيبت بتاع الدواليتي. اول حاجه بس بودي الكونسيبت بتاع الدواليتي، ان انا بقول ايه؟ انا عارف بير من البيرز، عارف من هنا لهنا، وعارف ان دي البوكس السينك الريكتانجلر دي او اللي هو الويندو فانكشن دي بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي ديسكريت سينك. السؤال بقى هو انا لو عندي الديسكريت سينك دي في التايم دومين هطلعها ازاي؟ طب ليه اصلا دوالتي اتوجدت؟ دوالتي اتوجدت عشان الديفينيشنز قريبه قوي من بعض. الديفينيشن ان الاكس اوف كي بتساوي سمشن اكس اوف ان اي اوس ماينس جي 2 باي ان كي على ان، والاكس هات اوف كي تقريبا هي هي. الاكس اوف ان اسف تقريبا هي هي. اكس هات اوف كي بس البتاعه دي بالموجب. وفي هنا بس ايه؟ واحد على ان. فده سكيلر وهنا بس في كونجكت. فيعني قريبين قوي التو ايكويجنز قريبين قوي من بعض. فعشان كده لقينا ايه؟ البروبرتي بتاعت الدواليتي ايه؟ اتوجدت. فهو بقى السؤال اللي انتوا كنتوا خدتوه برضه في الترم الاولاني، ان الدواليتي دي بتقول لي ايه؟ ان انت لو بادئ من دي هتلاقي ان اللي هنا ايه؟ بغض النظر عن السكيل او الشيفت، بس هيطلع ايه؟ هيطلع في الغالب حاجه هنا كده بس معمول لها اي بروسيسنج، يعني في حاجه يعني متشفته، تايم ريفرسال، كونجيجيت، اي حاجه، بس ايه هي في الغالب هتطلع هي هي ايه؟ ريكت. بالظبط، تطلع ريكت فانكشن بس فيها ايه؟ فيها شويه بروسيسنج. لا الاكسبريشن اهو لما احنا جينا طلعنا لقينا ان هي بتطلع بتساوي ان ومضروبه في ماينس كي، او معمول لها ايه؟ معمول لها ريفرسال في الايه؟ الفريكوانسي. وبالتالي معنى كده ان دي هتطلع اكس واحد، يعني انا بكتبها بنفس الواحد دي بس عشان هي في الفريكوانسي دومين فسميتها كي، وضربتها في ان ماينس كي وضربتها في ان فحصل لها ريفرسال، وضربتها في سكيل
اللي هو ايه؟ تمام؟ يبقى بس في سكيل، والسكيل ده في الغالب جاي بسبب مين؟ موضوع نورماليزيشن البتاع ده. فانت لو كنت استخدمت الايكويشن اللي هي 1 على جذر ان 1 على جذر ان، في الغالب ما كانش هيبقى موجود. ليه؟ هيبقى ريفرسال بس. تمام؟ والماينس كي دي، والماينس كي دي اللي هو ايه؟ اللي هي جايه في الغالب بسبب الكونجكت الماينس اللي هنا ده. انت كانك خدت عملت ايه؟ قمت قلت خلاص مش هي دي هي، انت دي هي هي دي، بس انا هعمل ايه؟ هحط ماينس هنا واحط ماينس هنا. وهسمي دي مثلا كدش. تمام؟ فدي جابت لك الريفرسال، والواحد على ان دي جابت لك الان اللي هنا. فحتى هو الاثبات بتاعها يعني ايه؟ سهل قوي. لا لا، هناك برضو كان بيطلع ريفرس، خلي بالك هناك كان بيطلع ريفرس. هنا دي في واحده فيها ماينس والثانيه ما فيهاش ماينس، انا هنا اللي انا حطيت الماينس هنا، ماينس هنا وماينس هنا، وهناك برضو كان بيطلع طاقم ريفرس، كلها دايما كان بيطلع فيها ايه؟ كن ايه؟ طيب ماشي، مع الحاجات الايفن هتبقى الريفرسال بتاعها هي هي. اصل هي فكر فيها، الريفرسال دي جايه بسبب ان انت الايكويشن واحده فيها كانت اي اس ماينس جي والثانيه كانت اي اس جي، فلازم هيبقى في ريفرسال سموير. طيب ايه اهميه الدواليتي في البراكتيكال، في الحياه البراكتيكال؟ الدواليتي دي انا لسه مستخدمها من كام شهر في بتاع في الشغل بتاعي. حاجة منتج هيطلع بجد. ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ الدواليتي دي واحدة من الحاجات اللي بتستخدم بشدة في البراكتيكال، لما انت بتبقى عندك، انت مثلا بتصمم مثلا اف اف تي بلوك. الاف اف تي بلوك ده اللي هو ايه؟ اللي هو كأنك بتطلع اللي هو الفاست الالجوريزم اللي اسمه فاست فور ترانسفورم، فاست فور سيريز، فاست فور ترانسفورم اللي هو يعني هو حقيقة هو سيريز مش ترانسفورم يعني. بس البلوك ده بيعمل لك اف اف تي، يعني زي ما احنا شايفين هنا، انا بقول لك انت عندك البلوك ده خلاص، ده عندك مديهولك جيفن، فعندك بتدخل له انبوت اكس اوف ان وطلع له اكس هات اوف كي. في غالب الامور او في غالب الاوضاع انت عندك ايه؟ عندك سيستم وعايز تعمل له مثلا ايكوالايزيشن. يعني ايه ايكوالايزيشن؟ عايز تشيل الافكت بتاع الشانل خلاص. فبتعمل ايه؟ تاخد السيجنال تحولها للفريكوانس دومين، تمام؟ وبعد كده ازاي تشيل الايفكت بتاع الشانل؟ اقسم صح؟ اضرب في واحد على الفريكونسي ريسبونس بتاع الشانل، فاقوم طيرت البتاع، وبعد كده اعمل ايه تاني؟ ارجعها تاني بالانفرس فوري سيكس، تمام؟ فانت عندك البلوك ده وعايز اعمل، اتفضل. ايوه بس انت عندك داتا مبعوثة. لا طبعا، لا هو ده مش سكيلر يا باشمهندس، هو ده سكيلر. هو انت بتقسم على 5 ولا 6 ولا رقم ثابت؟ انت بتقسم على ريسبونس فريكونس دومين، يعني لو باس فلتر. لو انت عندك لو باس فلتر عامل كده، ينفع اخد ده واقسمه في التايم دومين؟ ده اكسس وده اكسس. ما هي نفس السيجنال، بس انت عملت لها اوبريشن، الاوبريشن دي غيرت شكلها. يعني هي السيجنال لو كانت ريكت وديتها في فريكونس دومين هتفضل ريكت؟ هل هتبقى ريكت بسكيل مثلا ولا شيفت ولا اي حاجه؟ بتتغير تماما. فانت شكل انت عملت تغيير في المحاور بتاعتك، فده ما حدش قال خالص ان ساعتها يبقى انت تنفع تقسم على نفس اللي هتعمل الاسم اللي هنا تبقى اسم هنا. امال احنا اصلا رحنا للفوري سيريز؟ احنا كنا عندنا كونفوليوشن تحول لمالتيبليكيشن. ايوه ما هو نفس السيجنال، ما هو انت ما بتخترعش سيجنال جديده، بس انا ما ينفعش اقول ان انا دلوقتي عايز ايكوالايز. انا دلوقتي عندي سيجنال، في
انت عندك اكس اوف ان معمول لها كونفوليوشن مع الاتش اوف ان، وعايز اشيل الاتش اوف ان دي اعمل ايه؟ انا عارف ان دي هي نفس السيجنال، لو دخلتها على فوري سيريز هتطلع لي، ولا فوري ترانسفورم هتطلع لي اكس اوف كي في اتش اوف كي. بس دي اوبريشن ودي اوبريشن تانية خالص. مش معنى ان انا هقسم هنا على اتش هات اوف كي عشان اشيل دي ان انا ينفع اقول ان انا هاخد هنا اقسم على اتش هات اوف كي. انت لو هتعمل كده ده اندكس وده اندكس، ده فريكوانسي وده تايم، ازاي تقول هتقسمهم على بعض؟ السيجنال دي هي السيجنال دي من منظور اخر، ايوه صح، لكن ما حدش قال خالص ان هو ساعتها ان السيجنال دي هتبقى تتعامل نفس معامله السيجنال دي، وده مش سكيلر. طيب انا عندي البلوك ده تمام، والبلوك ده موجود وامبلمنتد وجاهز، وعملت بيه اللي هو الفورورد اللي هو الفوري سيريز، وخلصت وعملت البوزيشن، عايز اعمل انفرس فوري سيريز، اعمل ايه بقى؟ اصنع بلوك جديد واقعد بقى ابنيه من الاول تاني، واقعد اضيع فيه جهد، او حتى يا جهد يعني اللي هو ريسورسز ناس بتشتغل فيه، او ان انا ايه هبقى بضيع اريا. عملت بلوك خلص الاوبريشن بتاعته وفضل بقى هيفضل ايدل، وبعد كده هعمل بلوك تاني استخدمه ايه بلوك جديد، مع ان ده قاعد موجود ما ايه ما بيستخدمش، يبقى انا كده ايه استخدمت ضعف الاريا، وانا ممكن كنتش احتاج الموضوع ده. فانا لو عندي ده هل اعرف اطلع الانفرس فوري سيريز باستخدام البلوك ده؟ فهنا بقى الدواليتي اللي ايه اللي نفعتنا. انا ساعتها قلت ايه، ما انا عارف ان الاكس اوف ان لما بعمل لها فوري سيريز بتطلع لي اكس هات اوف كي. لو خدت الاكس هات اوف كي وعملت لها فوري سيريز، هو هنا اعتبر الكي ده اعتبره يا سيدي ان داش، يعني اعتبره دلوقتي اندكس. انا هنا بتكلم ان هي اوبريشن ماثيماتيكال خلاص، هتقوم تطلع لي ايه بالدواليتي، هتطلع لي الان في الاكس ماينس ان. كده فاضل ايه عشان اطلع الاكس اوف ان؟ اقسم على ان واعمل ريفرس في التايم. يبقى ساعتها البلوك الاخضر ده اللي هو الانفرس فري سيريز كونته ازاي؟ كونته ان انا استخدمت الفري سيريز فخدت دي، النقطه اللي في النص هنا طلعت لي اكس ان في اكس ماينس ان، يبقى انا ساعتها عايز اعديها على سيستم عبيط خالص اللي انا هقسم على ان اللي هو النورماليزيشن، وايه وهقلب الانديسيز. قلب الانديسيز ده اللي هو يعني ايه في الهاردوير؟ ميموري. انت بتكتب مثلا في ميموري، كنت بتكتب مثلا من 0 لحد ان، عايز تقلب الانديسيز، يعني كانك بتقول الترتيب معكوس، انت المفروض تقرا من ان لحد الزيرو بس. لا، حته الكوزل والنون كوزل، انت عندك اوريدي انت واخد، انت عامل ايه؟ انت اصلا السيستم كله انت واخده وعامله ديلي. يعني حته موضوع ان احنا بنقول ان السيستم ده كوزل او نون كوزل، بنتكلم فيها موصلي في السيستمز اللي اسمها ريل تايم سيستمز. يعني ايه ريل تايم سيستمز؟ يعني انا الانبوت جاي لي دلوقتي، انا مستني انبوت لسه هيجي لي في الفيوتشر، انا مش عارف اعمله ماينس ان. تمام، الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي في الغالب بتبقى سيستم بافرد. يعني ايه؟ انا خدت باتش من 0 لحد ان ناقص 1، ودي عايز اعمل عليها بروسيسنج. فهمت قصدي؟ فانا ال 0 ان ناقص 1 انا مسمي دي ان، ومسمي دي ان بلس 1 انا حر، بس ده ايه؟ بس ده اوريدي انا في ديلي عندي، كاني عشان احل مشكله الكوزاليتي قلت هشفت كل حاجه، او كاني بستنى الفيوتشر. فاهم قصدي؟ كاني بستنى الفيوتشر. فانت السيستمز النون كوزلز انت بتعرف تمبلمنتها بان انت تعمل ايه؟ ديلي للسيستم كامل. بس انت كده بتخبط ان بيبقى في ديلي. لك عشان كده ما بيبقاش ايه؟ لما بيقولوا ان السيستم النون كوزل ما ينفعش يتمبلمنت براكتيكال، بنتكلم عليها مينلي في الريل تايم سيستم. يعني ايه كلمه الريل تايم سيستم؟ انا مش هعمل بفر. كلمه الريل تايم سيستم دي كاني عايز اقول سيستم وذ لو ليتنسي. لو ليتنسي ده يعني ايه؟ ديلي قليل قوي. تمام؟ فانا مش عايز اقعد ابفر واستنى واملى فايفو او املى حاجه عندي ريجستر فايل واستنى لحد ما املى ايه؟ ما املى الحاجات، انا عايز الحاجه تجيلي اقوم ايه؟ شغال عليها على طول. تمام؟ فيبقى معنى كده يعني دي نقطه مهمه، مساله ان انا اقول انه اصل انت لو فكر فيها هتلاقي ان كل السيستمز اللي فيها ديليز
هتحتاج تايم ادفانس عشان تعكس الديلي، صح؟ طب انا هعملها ازاي دي؟ معنى الديلي ده ان انت كانك استنيت كل اللي جاي بعديك اللي هو يعني جاي لك في الفيوتشر، وبعد كده صلحت نفسك. فهمت قصدي؟ مش فاهم. طب قول. طيب اتكلم. بنتكلم بنقول ايه؟ انت عندك السيستم بتاعك لو كان براكتيكال او يعني اللي هو بنتكلم عليه ريل تايم سيستم. احنا خلاص خلصنا؟ طيب خلينا تيكت اوف لاين. خلاص؟ شكرا.